يعني الايه، انا اجد هنا ادي الايه الفيجاس نيرف بينزل، طبعا بقى يتعامل مع الاستومك، يتعامل مع الكارديو والهارت واللانجز، ده موديولز تانية خارج الهيد ونيك. طيب فيجاس وميسي الاناتومي. طيب هنا هتلاقيه بيقول لك هنا البري سينابتيك بارا سيمباثيتك فايبرز، الاوامر او الفايبرز دي اللي هي البارا سيمباثاويه. بري سينابتيك يا شباب قبل السينابس، قبل الجنجليون يعني قبل الريليف. خلاص كده بترافل طبعا، بتبقى مسافره في المالتيبل كرينيال نيرفز، وتبدا ان هي توصل طبعا للتارجت اورجانس. في شويه ملحوظات، الملحوظه الاولانيه الفيجاس نيرف زي ما احنا اتفقنا سبلاي ذا ثوراسيك اند ذا ابدومينال اورجانس، واخد بالك، وبينزل لغايه حاجه اسمها الليفت كوليك فليكشر لو انت فاكر قلناها في شرح الايه الفيجاس نيرف. طيب طيب بالنسبه اللي بقى للسيمباثاوي، طب بالنسبه للسيمباثاتيك فايبرز، يعني طب دلوقتي في عندي اوامر سيمباثاويه المفروض ان هي بتوصل للبروتين جلاند. طب دي كانت طب في اوامر سيمباثاويه مش عارف، طب الاوامر السيمباثاويه دي بتوصل عن طريق ايه؟ لو كانت الاوامر البارا سيمباثاويه بتمشي في الكرينيال نيرفس، فشوف بقى دي، فالاوامر السيمباثاويه بتمشي مع الارترز مع الشرايين. ويمكن لما احنا شرحنا مساله الباروت الجلاند قلنا ساعتها لو كان الجهاز الباراسمبثاوي بيروح برضو نفس الفكره، واقف في مكانه مش عايز يتحرك، الاوامر الباراسمبثاوي زي ما قلنا بتروح ليه، لو بتروح للباروت الجلاند بتقول لها انتجي سلايفا او انتجي لعاب، فان الاوامر السمبثاويه بتبدا ان هي تروح للبلاد فيزلز او الاوعيه الدمويه، بتعمل فيها فازو كونستريكشن، وده لسه مش عايزك تشغل بالك بيه، هنقوله لسه مع اللي السمبثاوي. خلي بالك يا شباب اللي انا بقوله ده مش نيك نيرفس، ده شرح عام وشامل لكل الباراسيمباثيك اوردرز الموجوده في الهيدونيك، ده شرح شامل لكل الهيدونيك، فانا ارجو ان انا ما اكونش بضايقك بالمراجعات ديت، يعني مراجعه ضروريه بنربط الايه الاجزاء كلها بتاعت الايه المنهج ببعضها. طيب في هذا الاطلس العبقري اطلس جلوري فور دنتال ستودنت، هو طبعا بدا ياخد بقى كل الكلام ده ويرصه تحت في جدول الدنجر فيستيفال نيوكليس، بتطلع عن طريق الاوكيولو موتور نيرف، بتروح للسيلاري جانجليون، وبعدين بتروح لنيرف كمان اسمه الشورت سيلاري نيرف، بص اهو ده اسمه سيلاري جانج، ده اسمه الاوكيولو موتور نيرف، ده اسمه السيلاري جانجليون، شايف ده بقى اسمه الشورت سيلاري نيرف، وبعدين في النهايه يروح للايه للكونستريكتور بيوبيلي ماسل، يعمل فيها بيوبل بيروح اسف لل، وبعدين الامر هتروح من الشورت سيلاري نيرفس هتروح للبيوبل اسفنكتر، تعمل ضيق في حدقه العين او الميوزس اللي هو بيبقى اثناء الاسترخاء زي ما قلنا. خلاص كده طيب مش عايز والله يعني اخش بقى في يعني كل التفاصيل دي، بص كده برضه هنا ادي ليه السوبيرو سالفاتوري نيوكليوس عن طريق الكرينيال نيرف رقم 7، هتروح للترجو بلاتين جنجليون، ثم من الترجو بلاتين جنجليون هتروح للاكريم جلاند الغدد اللي هي الايه الدمعيه، وطبعا تحت شويه نفس الايه النيوكليوس طبعا هنا اهو، هتروح زي ما بتروح للترجو بلاتين جنجليون للغدد الدمعيه، وكمان هنا هشوف الغدد بتاعت النيزل كافيتي دموع والحاجات اللي هي الوحشه اللي مع الدموع دي، وعندك هنا الكرينيال نيرف رقم 7 يروح للساب مانديبولار جنجليون، ثم منها ل الايه الساب مانديبولار والساب لينجوال جلاند اللي هو الايه الاكل بتاعت الايه اللعاب، دموع التماسيح، دموع التماسيح. طيب وهنا عندنا فوق الايه الدنجر فيستيفال نيوكليوس دي، والايه واللي هي مساله البيوبل سفنكتر ومساله الميوزس او ضيق حدقه العين في الاسترخاء. خلاص طيب اخر حاجه بقى عندنا، عارف ان انا والله ممل، اخر حاجه خلاص بقى الايه الانفيريور سليفاتوري نيوكليوس، ودي بتتعامل مع جلوس وفارينجال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 9، وبتروح للاوتيك جاجيريو، وبعدين بتروح للباروتيد جلاند، وبرده بتنتج الايه اللي هي السلايفا او اللعاب. زي ما احنا شايفين طبعا اخر واحد عندنا اللي هو الفيجاس نيرف، الايه الفيجاس نيرف مش عارف بيحمل لي كده الفيجاس نيرف، والفيجاس نيرف زي ما قلنا طبعا بيبقى ليه شغل مع الايه الثوراسيك والابدومينال بزر. كده شباب انا خلصت الايه دور الجهاز الايه الباراسمبثاوي او الباراسمبثاتيك جنجليا، وجمعنا الباراسمبثاتيك اوردرز اللي بتطلع من البرين ستيم وبتروح لمجموعه من الاورجنز. كده انا خلصت الجزء ده، طبعا زي ما احنا شايفين ده السباينال كورد اهو، وده الجهاز الباراسمبثاوي بالكامل. انا خلصت الجزء الكرينيو، هو عباره عن كرينيو ساكرا، فانا خلصت الجزء الايه الكرينيو، عرفنا كل الايه النرفات دي كل الاعصاب ديت وبتطلع منين النيوكلياي بتاعتها وبتروح لانهي جنجاليا، وطبعا شغلها مع اللاكريمال جلاند والكونستركشن اوف ذا بيوبل والساب مانديبولار والساب لينجوال سيلفر جلاند وكمان الباروتيد اي جلاند. انا كده خلصت الحمد لله كل الباراسيمباثيك اوردرز الموجوده في الهيد والنيك بالكامل. هنبدا ان احنا بقى نخش على الايه، وده يعتبر اخذناه في الهيد اخذناه في النيك خلاص بالفعل. موضوعنا الجديد بقى يمكن الايه السيمباثيك اوردرز والسيمباثيك تشين، وده اللي ان شاء الله هنبدا بيه في الفيديوهات اللي جايه، ده يعتبر موضوع بقى جديد ومهم في منطقه الايه النك، والى اللقاء في فيديوهات جديده.